السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي اللي طلفي عليكم كل يوم في رمضان الأربعة متاع العشية على الوطنية الأولى في بث مباشر 30 دقيقة. ديما نذكر بالجملة هذية باش نفهم اللي أنا راني مش بنطيب من الكاميرا. عندي توا مدة 3 أيام من ليلة 20 يظهر لي هكاكا، من حلقة 19 ولا الحلقة 20 بديت في حلوة العيد، بديت معاكم غريبة، عملنا دراع، عملنا سابلي، غريبة دراع سابلي، وعملنا مقروف وعملنا معمول، عملنا خمسة حاجات يتسمى به. حاولت وبطيت وفهمت وفسرت، نحبكم اللي تفوتوا بربي يرجع للحلقة، ومش معناها يعني باش أنا يتفرج فيا، لا باش أنت تستنفع، خاطر حكيت في برشا تفاصيل وعلى خاطر جاوبت على برشا أسئلة سألتهم لي وخذيتهم عين الاعتبار. راهم حلقة الحمص على حلقتين، يدخل لي 19 و20، 21 كان فيها السابلي والباتيكري والأسرار نتاعهم الكل، والأمس عملنا المقروض، المقروض المقلي، وعملنا المعمول كيف كيف، وريت وريت التكنيك نتاعهم الكل. اليوم عملت بوز، هو ام خاصيت مازال بكري عليها، مين عملت بوز خاطر طلبتوها الطبق اللي باش نحضروا انا معاكم اليوم. هو باش يكون حاجه بركه مالحه، هي باش تتاكل في العيد، وكيف كيف حتى الحلو باش يتاكل في العيد. اليوم قصيت على حلو، باش نعملوا شويه جو، باش نعملوا شويه روزاتا، باش نعملوا شويه جو، باش نعطيكم باش يكون باش نحكي اكثر منه نطبق، باش انتوما تقيدوا اللي بحثها ورقه وستيلو تحضرها، باش نحكي برشا حكايات انتوما سالتوني عليهم. يقول قايل شنو باش يكون المال هذا اللي باش ناكلوه في العيد. كيما نعرفوا الجمهوريه التونسيه كل منطقه تختلف على غيرها، نهار العيد كل منطقه وباش مشهوره وباش تاكل. فما طبق معروف ومشهور برشا في العيد اللي هو الشرمولة. الشرمولة ماهوش حكر على بلاصة واحدة وماهوش حكر على جهة واحدة، كل منطقة وكيفاش تطيبها. أنا عندي زوز عروق، عندي العرق الصفاقسي، يعني شرمولة إصفاقسية من شيرة أمي والقرقنية، وعندي العرق الآخر اللي هو من الجنوب الجرجيسي اللي نعملو الشرمولة في جرجيس، في جربة، في صفاقس، وأكيد يظهر لي فما زوز ولا ثلاثة مناطق أخرين باش ما نقولش معلومة غلطة، عندهم كيف كيف الشرمولة اللي يطيبوها في العيد. الشرمولة هي عادة قديمة يقولوا هاكا باش تعطشهم باش يشربوا برشا ماء، يكون البدن فقد برشا ماء تلت شهر الفضيل، هاكا يعوضها بماكلة الحوت صباح العيد وبماكلة الشرمولة اللي هي فيها برشا بصل، ووقتها يكون عطش ويعوض كمية الماء اللي خسرها تلت شهر رمضان. باه أنا اليوم باش نطيب الشرمولة على طريقتي، الشرمولة على طريقتي، نحكي هنا مانيش نحكي على الشرمولة الصفاقسية البنينة حتى هي اللي أنا ما جربتهاش وما كليتها سيفري، أما راني ما جربتهاش وعندي عليها فكرة ونعملها، مي صدقا ما جربتش، معناها ما جربتش إني وريتها، مي أنا نعرف المكونات وجربتهم، ياسر بنينة، ونحب أنا النكهة اللي فيها متاع الزبيب هذاك، أكل حلاوة الجودي سكريم تاعها ياسر بنين. كيف كيف نشجعكم أنكم إذا جربوها الشرمولة هذيك، كيف كيف جربة معروفة تعمل حتى هي الشرمولة. هوني مانيش نحكي على الجهات، راني جست نحكي على طبق معين. أنا هوني كما قلت لكم وكما سبق وحكيت باش نعمل الشرمولة على طريقتي وعلى طريقتنا شوية في جرجيس. أنا حتى في جرجيس ولا حتى في المنطقة الواحدة تختلف من دار لدار، كيف كيف نتصور ما فماش، هي نفس الروسات مي التكنيك اكيد تختلف. باهي اش باش نستحقوا؟ ما فيهاش برشا مكونات باش نستحق البصل، ماذا بيا يكون الربعي الابيض هذايا المزيان، عندي الثوم وعندي شويه طماطم معجونه، كركم وملح، وبيان سور الزيت من بعد. هوني باش ناخذ الطنجره هذه الصغيره وباش نحط، باهي وش بيه تو الغاز ما حبش، لا هاو حب على كيفك، باهي هاو حب، نعاودو نعاود سي هاو شعل، ميرسي سي الغاز، هاي هاو شعل هنا باش نعاري الطنجرة تاعي. هوني علاش قلت حتى في نفس المنطقة تختلف، فما اللي يبدا بالزيت وفما اللي يخلي الزيت وبصل، فما اللي يعمل العكس. انا من العكس، انا ما نبداش بالزيت وما نحطش الزيت جمله الا من بعد، الا من بعد ما يطيب البصل نتاعي. مي اول حاجه البصل يتقص هكا، يتقص بالعكس هكا، ما يتقصش مربعات صغيرونين هكا، يكون جيد بيان سور، ماذا بينا ما نخليوش طروف كبار. وباش نبدا نحطه في الطنجره، وماني باش نعملو حتى شيء بخلاف
الملح وباش نغطيه وباش نخليه من غير لا ماء لا زيت لا حتى شيء لين يخرج كمية الماء اللي عنده الكل. نحط الكمية الأولى، ما تخافوش راه ما تحرقش. نحط البصل من غير زيت، النار مانيش باش نحطها نار قوية بيان سور، بيان سور احنا في العيد باش نعملو كمية كبيرة باش نذوقو بها باش اللي يجي عايد علينا كيف كيف نعطيوه ياكل. لا محالة توا ماذا بينا شوية هكا تباعد على غالب اجتماعي ضروري ماهوش بإيدينا، نجمو نذوقو صحيا. على هذاك يلزم كمية كبيرة نتاع بصل يلزمها تحضر على بكري باش ما تعطلناش أيامات العيد، لازمها قبل على الاقل بليلتين تكون الشرموله نتاعنا حاضره. قد ما تقدم قد ما تزيدها بنه. باهي احنا كمية البصل، نكمل البصله هذيا كملت. باهي هنا كما قلت لكم مانيش باش نحط الماء، باش نحط رشة ملح أكهو. حتى الكركم ما نحطوش توا، خاطر توا كيما قلت وديما نعاود نقول الكركم نحطو في الزيت ما نحطوش في الماء باش نخليه لين يتهد البصل هذايا. علاش نقول كلمة يتهد باش يذبل؟ فما فرق بعيد. كلمة يذبل نقصدو بها البصل ما عادش راه، أنا العكس، أنا ما نحبوش، نحب الراه أما ما نلقاش فيه روح، نحب نراه وما نقرمشوش، نحب الراه وما نحسش مطعمه، ما نحسش الحجم نتاعو، مطعمه ما يسالش، أما ما نحسش بالثقل نتاع طرف البصل. على هذاك نذبلو وقت اللي ما عادش نحب نشوفه في الفاقس مثلا نذبلو البصل. أما هوني في الأطباق هذيا كيما المرمز وإلا شرمولة باش نراه أنا البصل، مانيش باش نخفيه، أما ماذا بيا يكون طيب ويكون الكلمة هذيك هي مهدود، يعني ما فيهش حيل، يعني كي تجي تاكل ما يقرمشش تحت سنينا. باهي هذايا ما حطيت حتى شيء، راهي الشرمولة هذايا ماهيش حكر على العيد وماهيش حكر على منطقة، ديما حتى في المقلي كعبة سردينة، كعبة تريليا، مرجان، أي نوع متاع حوت، رشة بطاطا مقلية، رشة فلفل، شوية قرع أخضر إذا كان نحبه، ومعها الشرمولة هذه بنينة على الآخر، سيرتو في الصيف نجمو نعملو كمية نحطها في الفريجيدير وقت نستحقو نجبدو منها مغرفة وناكلوها. أنا باش نخلي البصل والملح باش نخليه لين يسيب ماه بالكدا بالكدا بالكدا. المرحلة هذه أنتم في الدار اختاروا لها طنجرة تكون رزينة تكون ثقيلة، إيفو ميو كان عندنا أكل الكوكوت القديمة كان بدغطاها تروش بيه ولا لازم في كل دار فما عندنا كوكوت من غير غطاء ولا غطاء ما يسكرش، هذيك ثقيلة نخليها للحاجات اللي كيما هكا، نطيبوا فيها المدفونة، نطيبوا فيها الشرمولة، الحاجة اللي تاخذ وقتها. نخليو البصل والملح ونقصو في النار على الاخر، كي نلقاوه يعوم بالماء نحركو، كل مره نحركو كل مره نحركو لين نلقاو البصل نتاعنا فقد كميه الماء الكبيره، ووقتها نصبو الزيت ونحطو الثوم والكركم، زيت وثوم وكركم، ونحركو لين نحسو البصل نتاعي تشمع، الزيت ولا لونه اصفر وبدات تفوح ريحه الثوم. وقت اللي تفوح لنا ريحه الثوم وقتها باش نحطو طماطم معجونه. الشرموله نتاعنا ما تحبش برشا طماطم معجونه. هنا مازال حطيت لها ما حتى شيء، وناخو مغرفه باهيه فلفل احمر ونحلها فك الزيت، الفلفل باش يولي لونه مستحمر، الزيت باش يولي لونه مستحمر مزيان، ووقتها نقص في النار على الاخر ونخليها تكمل تزيد باش يبدا باش يختفي الماء ويبقى كانك الزيت والبصل لين يمشي، ياسر بنينه وسهله وفي نفس الوقت هي تاخذ وقت. انا تاخذ حتى ساعتين كي تبدا خاصه كميه كبيره تاخذ حتى ساعتين من زمان، اما راهي الريزلتا نتاعها من بعد باش تشوف البصل، اما كي باش تاكله ماكش تفيق بيه. مثلا انا شخصيا ما ناكلش البصل، الشرموله ناكلها خاطر ما يجيكش ما سي با جينوم معناها في الفم، تحس روحك تاكل في حاجه هكا داخله بعضها هي والصوص ولا الزيت كلها بنه عجيبه. البصل ما شاء الله قداش ربي سبحانه حط فيه بنه ياسر ياسر مزيانه، ولون خاصه وقت اللي نخليه في الزيت يتبدل لونه سبحان الله من الابيض ياخو اكل لون الدوغي المذهب، الدوري اللي هو المذهب بيان سور، ياسر حلو.
نعاود خليت البصل هكا وملح هكا هو خليه يقر الماء نتاعو، من بعد يقعد يطيب في الماء نتاعو، الماء يبدا يشيح، انا نصب الزيت، صب الزيت نحط الثوم ونحط مغرفه الكركم، مغرفه باهيه كركم مش يجينا خاطر ما حشناش بها تكون شرموله حمراء برشا، ونحطوا مغرفه كبيره فلفل احمر ونحركوا ومغرفه طماطم معجونه، نمشيو الفاصل الاشهاري ونرجعوا مع بعضنا لبقيه الوصفات. ورجعنا لكم، نغسل يدي حاشيكم من البصل ونجي للجو. باهي الشرموله نتاعي باش نخليها طيب، بالحق صراحه حبيت اني نعمل المراحل الكل قدامكم، ماهيش باش مش باش يكفيني الوقت خاطر بالحق نعطيها برشا وقت في انه البصل نتاعي يذبل. كما قلت لكم انا من ساعه لساعه ونص نخلي الشرموله تطيب، باهي نخليوها توا غاديكا. وباش نحكيو شويه على انواع العصاير اللي نجمو نعملوهم في المناسبات وفي الفروحات ولما لا في سهرياتنا وفي الاعياد والمناسبات، وتوا نحكيو على العيد الصغير. باهي الروزاتا، الروزاتا هي عصير تونسي بامتياز، بنين بنين على الاخر وفي ديارنا كنا نحبوه، والا عصير الفواكه الجافه. نقسموني في النار، باهي انا هوني اخترت لكم بوفريوه طايبه ومرحيه بودر، فستق كيف مرحي ني ماهوش طايب، واخترت لوز ابيض. هنا الكميه ابري عندي 120 غرام، 120 غرام 120 غرام 120 غرام، من كل حاجه خذيت 120 غرام، وعندي هنا 120 غرام زقوقو. انا هنا باش نعطيكم الطريقه كيفاش نطيبوهم. باهي انا هوني مانيش الابيض مانيش باش نعمل الروزاتا كيما مستانسة نعملها، انا خاطر الروزاتا نعملها باللوز المر وننفخ اللوز الابيض في الماء ونخليه يبات ليله، مراحلها الكل ونصفيها بحاجه جيده على الاخر، معناها المراحل نتاعها برشا. وكيما كنت معاكم صادقه ونبقى ديما صادقه، ما نحبش نقولي انا توا هذه هي مرحله الروزاتا، لا الروزاتا يلزمها لوز مر. اذا كان ما عندناش اللوز المر نجمو نحطو كعبات القلب نتاع مشماش، توا وقت المشماش نجمو نخبيو قلوب المشماش كيف يعوضوا لوز المر. اللي عنده اللوز الابيض واللي عنده الروز المر ينفخ ليله في الماء من غدوه، يرحيهم مليح بالماء هذاك معاه، من بعد باش يصفيو ويحطهم يطيبوا على الغاز سله سله بالسكر. على 120 غرام لوز ناخذوا 800 غرام سكر، على 120 غرام لوز والا اي نوع نتاع فاكهه ناخذوا 800 غرام سكر وناخذوا ايترا و200 ماء. هو شنو هنا كيفاش باش تكون الطياب نتاعو؟ علاش الروزاتا نحلوها في الماء؟ على خاطر هي طابت عاقده من بعد باش تتحل. اش معناها؟ الشحور كما نعرفوا هو التكستور نتاعو يكون هكا حاجه ثقيله، سكر طايب في عقله، كيف الجو نتاع الفاكهه هذا يلزم يكون كيف هكاكا. معناها بالحق باش نبهكم المخثرات اللي ماهيش طبيعيه، معناها طولة بالعكس ولينا كيف نشوفوا جوخ عاقد ماشي في بالنا راهو حاجه، لا مش حاجه باهيه، خاطر اذا كان المخثر اللي في وسطه ماهوش طبيعي، المخثر مثلا السي ام سي في دارنا ما فماش علاش انا باش نعمل جو داري باش نشربوا انا ومش باش نعمل كميات كبيره، علاش نعمل فيه؟ معناها مانيش باش نبيع انا ولا ما حشتش بكميات وفيره، حشنا بدبوزه جو مزيانه، ما فماش علاش نستعملوا في المخثرات ونبداو نفركسوا وين يبيعوا فيهم وما عندهم حتى ايتيليتي. دونك انت استعمالك الشخصي معناها للدار، معناها واحد يمشي يشري تولي اشري جو عاد حاضر خي، احنا علاش نعملوا حاجه في الدار؟ باش نستغناو على الاضافات الكل. كي نعملوا جو في الدار نستغناو على الاضافات الكل، فضلا وليس امرا ما تشريوش المواد الحافظه والمواد المخثره وقت اللي باش تعملوا حاجه لديركم. وانا بيناتنا حتى للبيوع ماذا بيا لا وماذا بيا ما يستعملوا حد، مي حسب ما نشوف يستعملوا فيه. الحاجه الثانيه كي نعملوا مثلا روزاتا فستق، روزاتا فستق راهو اذا كان ريت لونها خضره مستحيل يكون لون الفستق، راهي روزاتا فستق مش معناها لازم يكون لونها الاخضر هذا، الاخضر هذا كي تيب عمره ما يبقى، يعني كي باش تلقاوها خضرة برشا راه ماهوش غوبيغ على انها صادقه الروزاتا واللي هي فستق حقاني، لا بالعكس قد ما يفتح اللون نتاعها قد ما باش تعرف اللي هي ما فيهاش اضافات، فيهاش ملونات غذائيه، كيما روس بيستاش بالضبط، روس بيستاش راه كي باش تيب الدكواس تدخل النار، الفستق يدخل النار والكريم دارت والكل، راهي مستحيل تعطيك الخضوريه هذه بالضبط وهي فيني، سيفري تعطيك خضوريه شبابه للي يستعمل الفستق النوعيه الباهيه الفستق الحلبي ويعمل تكنيك صحيحه سيفري تجيك خضراء، اما مش الخضوريه اللي بالاضافات وبالملونات وبالمنكهات. حاجه اخرى كي نعملوا العصير في الدار ما فماش علاش نعملوا في منكه، كيفاش انت تود في روحك معناها تعمل في حاجه لك انت
ولو انه حتى نعاود نقولها حتى للبيع ما نستعملوش، ما نعملش منكهات. اللي يفهم باش ياخو اللون هذاك على بعين الاعتبار وباش يعرف اللي هو لون صحيح، واللي ما يفهمش يشري يا سيدي المغشوش اللي فيها المنكهات الكل. نجيو للبثريوه، البثريوه راهو فما شكون يعزز في اللون بالكاكاو، راهو يزيدوا في الكاكاو، ما فهمتش عليه، معناها يلزم البثريوه ماشي في بالهم زاد كيف كيف يلزم يكون لونها مارون غامق، لا، يلزم يكون بين البيج والمارون هكا كلير، مش اك اللون الغامق ياسر، راهو كل ما اللون حسيته غامق وعاتي راهو فيه منكهات وراهو فيه الملونات الغذائيه، يعني كي نعملوا حاجه في الدار نتخلصوا من المنكهات ومن الملونات ومن المخثرات الغير طبيعي. باهي، نقفلوا القوس هذايا. حاجه اخرى حتى في الغله، في عصير الغله زاده، في عصير الغله راهو الخثوريه اللي كترى فيها المخثر الطبيعي الوحيد اللي نجمو نستعملوه البنان. نحيو البنان راهو الكريم فخيش، نحيو الكريم فخيش راهو باش يكون ياغورت، باش نحيوهم الكل باش نتعداو للسي ام سي، معناها المخثرات راهي ماهيش طبيعيه، هذيك كجوري تلقاو بالسيف يتحرك في الدبوزه، هذاك راهو ماهوش طبيعي 100%. باهي، في ساعة هذه الرسالة باش نعطي لكم الحاجه ابليكابل على انواع الفاكهه الكل، وابليكابل زاده على الزقوقو. نعاود عندي هنا ايترا مي، انا حاجتي بايترا و200 باش نزيد شويه الميزاني، انتم بيان سور باش توزنوا، باش نحط معاهم 800 غرام سكر، باش نحط 800 غرام سكر وكأني باش نطيب شحور. بالضبط 780 غرام، ناقصين 20 غرام هكا كملوا انتوما، وهذوما معاهم 100 غرام، لا ما يتعداوش السيد المخرج قال لي 820 يتعداو، لا ننقص شويه ما يسالش، اما بازيد لا، علاش؟ خاطر ماذا بينا نقص السكر مش نزيد. مهندس الصوت ليلى نعرفه يفهم. باش نحطوه هنا مثلا، باش نجربكم نوريكم كيفاش نعملوا زقوقو. باهي شنو تحبوا زعما نعمل لكم زقوقو ولا الفستق، الكل كيف كيف هما. باهي نحطوا زقوقو مثلا، انا هوني باش نطيب، باش نعمل عصير الزقوقو، باش نصب الكميه نتاع الزقوقو نتاعي، وباش نحطهم يتيبوا على النار وكاني نطيب في الشحور. فما حاجه هنا مهمه ما تنساوهاش، كي تعملوا اي نوع نتاع عصير ما نساوش عصر قارص، حتى في الفاكهه عصر القارص. ان شاء الله الغاز يقعد عاقل سابه، وباش نحطوها تيب صحتك، وباش نحطوه يتيب هذايا باش يبقى يتيب من 20 ل 30 دقيقه، يبقى حتى نص ساعه. باهي نغسل انا ايديا، نغسل ايديا ونجيكم. باهي البابي وين؟ هو البابي. نعاود الرسيت، عندي كيلو 200 ماء، معناها ايترو 200 ماء، عليهم 800 غرام سكر، عليهم 120 غرام فاكهه، اي نوع فاكهه، واللي مش فاكهه هذايا زقوقو. الفاكهه راهو عكس البعض ما يدعي، راهي الكاكاويه والجلجلان راهو اسمهم فاكهه، معناها نجمو نعملوا عصير كاكاويه، راهو بنين برشا. نجمو نعملوا جلجلان، راهو ذكي جلجلان على الاخر، راهو كي تجي تشوفوا جلجلان يعطي اكثر من ما يعطي اللوز، اللوز ماهوش القو نتاعو ماهوش الفي. كيف كيف الكاكاويه، اما اكونديسيون يكونوا طيبين على حق في حقهم. هنا باش نخليهم يتيبوا 30 دقيقه هكاك كي راهم ولاو كي الشحور، باش نمشي نضربهم في الميكسور، يضربوا مليح في الميكسور من بعد نصفيو، نجيو لمرحله التصفيه، الزقوق نصفيوه، اما الفاكهه ما فماش علاش نصفيوها، ما فماش علاش نصفيو ثلاثه واربع مرات فاكهه بودر. يا اخي احنا كي باش نصفيو الفاكهه، باش نصفيو الفستق مثلا، عصير الفستق شنو باش يكون الديشي؟ باش يكون بفريوه. كي باش نصفيو ماذا بينا لا، الوحيد اللي نصفيوه وقت اللي نعملو، كي نعملو باللوز المر، كي نعملو الروزات البيضه، الروزات البيضه هذيك نصفيوها، اما هذه ما فماش علاش، نمشيو الوان الاشهريه ونرجع مع بعضنا. رجعنا لكم باش نوريكم هوني البصل، اغزروا له لا شد لا تحرق لا حتى شيء، هذايا البصل نتاعنا قاعد يتيب،
هاكا قاعدتي بسله سله، باش يبدا يهبط هكا بشويه بشويه، باش نوريهولكم. وهذا القصد بانه يولي ترونسبارون، ريتو هكا عبت البصل تولي شفافه، ماشيه والذوب، ماشيه والذوب، كعبه البصل تكون شفافه، ما نخليوهاش بيضه ناصعه. هذا علاش ما نحطش الزيت من الاول، الزيت من الاول باش يشمع لنا البصله، باش تذبل وماهيش باش تتهد، معناها باش يبقى الماء في وسطها. كي باش يبقى الماء في وسطها الشرموله ما تصبرش، الشرموله كي تكون نحينا لها ماها في مرحله اولى من بعد صبينا الزيت تصبر حتى من غير فريجيدير. نخليوها حتى في دبوزه بالنار البرة وتصبر، وهي هذيك الغايه، خاطر احنا باش نودوا ولا باش نعطيو لشكون الصفر باش نبعثوا منها ولا حاجه، تبقى ما يجرى لها شيء. نعاود وناكد، خليه المرحله الاولى من غير الزيت باش يتنحى الماء الكل، ونضمنوا انها ما تقراصش وما تفسدش. نحينا الكميه نتاع الماء بالملح، حسيناها شاحت، نصب الزيت. لما حالة انا هوني هاني باش نعملها قدامكم الفازه، لما حالة مازالت مازالت يلزمها تزيد على الاقل تزيد 4 دراج اخرين في المرحله هذه. شنو اللي باش نعمل انا؟ اذا كان مثلا خليتها في عقلها طاب، باش نصب الزيت كميه باهيه. الزيت راهو يزمو يوصل للمستوى نتاع البصل هك، باش نحط الكركم في المرحله هذيا باش يعطينا اللون المزيان. انا مصره انكم تراوها، باش نحط فلفل احمر. وين الفلفل الاحمر؟ الفلفل الاحمر هاو، باش نحط مغرفه باهيه من الفلفل الاحمر هذايا في الزيت، هذايا في الزيت. وباش نحط الثوم، هذوما في الزيت، مازال ما حطيتش الطماطم هنا كيما ترى، مازلت ما حطيتش الطماطم. شوفوا نوريكم اللون المزيان اللي باش يجيكم. اها لهنا مازلت ما حطيتش اه هاكا اللون، اللون باش نحطو توا الطماطم المعجون. شوفوا اللون محلاه، شوفوا اللون تاع الزيت. هذا ايش نقصد بانه الزيت يكون مخلون الكركم ومخلون الفلفل، يكون هكا مستصفر هكا مذهب. هوني باش نحط الطماطم هذه برشا، باش نحط برسك نص مغرفه في الطنجره هذه، وباش نخليها تكمل الطيب. وشرمولتنا بعد ما نخليه زاد المرحله هذه قطره مالئه، ما نحطوش الماء، تبقى تطيب من ساعة إذا كان كمية كبيرة. احنا نحكيو على طنجرة كبيرة، راه نحكيو حتى على 5 و6 كيلو بصل، في خاطر نذوقو، نذوق شرمولتك الشرمولة نتاعنا، وناخذو شرمولتكم. حاجة فيها منفعة برشا وماهيش مكلفة. نجيو للحوت، أي نوع حوت راه، أي نوع حوت. أنا عن نفسي نحب السردينة والتريليا، نموت عليهم. التريليا كي نلقاها مثلا حتى غالية برشا، السردينة نعرف كيفاش نفوحها، تجينا بنة عجيبة ولا حمراية ولا شوية حوت مخلط. باهي هذه باش نخليها تطيب على روحها هكا لهنا، ونرجع نعاود نحكي لكم على الجو هكا. سي بدا يغلي هو، نحب نوريكم أنا. أقعد غادي، أقعد غادي، أقعد غادي، هاهو باش يتحل الزقوق هذاك وباش يطيب، باش نخليوه يطيب لين يولي عندنا كيما الشحور. نزيدو نعززو اللون بالرحية في ال في ال هاكا ما لقيتهاش. حاسين نرحو في الربو ما لقيتهاش، حاسين يا نعمل اشهار يا ما نلقاش الكلمه في الربو. اي اي سيم نحركو باش يطيب هذايا، باش يولي لونو اكحل بالكدا. عصره القارص ما تنساوهاش، نص ساعه يعقد هكا، نحسوه هكا بدا مش يعقد، راهو يولي كيما شحور البقلاوه. لا لا، يولي كيما شحورك الخفيف اللي طون بورتون. كيما قلت من 20 دقيقه، ما نفوتوش 20 دقيقه باش ما يغدركمش. من بعد نعملوا له ضربه في الروبو، من بعد نصفيه. هذا زقوق نصفيه، الفاكهه الاخرى كيما قلت ما نصفيهاش، باش نتحصلوا على عصير كونسنتري. الكونسنتري هذاك نزيدوا له الماء كيما نحن نحبوا، نجموا نزيدوا حاجه اللي هي الحليب المكثف الروزاتا، نجموا كي باش نحركوا الكاس باش نشربوه ولا باش نخلطوا كميه كبيره، باش نزيدوها شويه حليب مكثف. الحليب المكثف يعزز اللون ويعطي تكستور ياسر مزيانه للروزاتا. هنا هو بدا باش يغلي، تمنيت اني نكملوا معاكم ونصفيه قدامكم باش تشوفوه يجيكم ياسر بنين. هنا راهو كميه الفاكهه بالنسبه لكميه الماء والسكر، انتم الجراماج نتاع الفيكيا ما عندوش دور، تنجم تحط قد ما تحب، قد ما
ما تحب. انا هوني المهم عندي هو كميه الماء على السكر، 800 غرام سكر عليهم إيترا و200 ماء، هذوما اللي باش يعطيوك الريزلتا المزيانه نتاع الروزاتا. الفاكهه انت كيما تحب، انا 120 غرام هنا باش كان تحصل على حاجه اقتصاديه، اما تنجم توصل حتى للطل، راه قد ما تحط انت لك الحريه، معناها ماهيش باش يضر. الجراماج نتاع الفاكهه ماهوش باش يضرنا في العصير نتاعنا، كيف كيف نفس كما قلنا كاكاوية، جلجلان، بوفريوة، لوز، فستق، وهنا عندنا الزقوق اللي هو يطيب كيما الجو نتاعو يجي كيما ما طيب الروزاتا. كملنا الجو نتاعنا صاي قاعد يطيب، الشرمولة قاعدة تطيب، شهية طيبة، وإن شاء الله في حلقة قادمة، وما تنساوش باش نرجعوا لحلو العيد.